بزنس ما كانش عندي ديسيبلين او دريم او حلم او فكره ان انا ممكن احلم بحاجه او احقق حاجه. كان بالنسبه لي ان انا يبقى عندي حلم ده يعني حاجه مش حقيقيه، يعني حاجه ممكن نكون بنسمعها في الافلام لايك هوليوود موفيز اباوت دريم. قبل البزنس ما كانش عندي فكره يعني ايه ان انا ممكن احلم بحاجه. الفي كون بالنسبه لي اول ما حضرت كنت حاسس ان انا في حلم. فيرست في كون اول حاجه اتعلمتها منه ان انا فعلا صدقت بليف، جالي البليف ان البزنس ده بجد. وبعدين لما شفت الفي بارتنرز ان هم ابتدوا فروم زيرو تو هيرو ابتديت اخد الموضوع فعلا بجد. ليه ما بقاش زيهم في يوم من الايام؟ ليه ما بقاش اون ستيج في يوم من الايام؟ ابتديت اخد القرار، اكيد هم ابتدوا زيي. ابتديت اشوف الناس كلها متجمعين على فكره واحده من كل حته في العالم، كله بيعمل البيزنس ده، اللي من الهند واللي من مصر واللي من كل حته في العالم كلهم على وان ايديا، ازاي نعمل بيزنس ده وازاي ننجح. كان بالنسبه لي حاجه لايك ا دريم. موضوع التايمينج والديسيبلين والكوميتمنت ده ما كانش موجود في القاموس بتاعي خالص، حاجه ما كانتش موجوده عندي. اتعلمت ده من البيزنس، اتعلمت ان انا عشان اغير حد لازم انا اتغير من الاول. البيزنس غير لي حياتي كتفكير كفاينانشال وايز، حياتي اتغيرت خالص. لان انا فكرت بعد ما اتخرج من الجامعه ايه البيزنس اللي انا ممكن اعمله جلوبال وانا اي دونت هاف ا ماني، او انا ما عنديش فلوس كفايه. ففاينانشلي او ماديا انا بقيت من حاجه لحاجه تانية خالص. بس اللي انا اتعلمته في البيزنس ده ازاي توصل للدريم بتاعك، او ازاي تحقق الدريمز بتاعتك، لازم يبقى عندك اول حاجه كوميتمنت. ودي حاجه قبل البيزنس ما كانتش عندي تماما. انا اتعلمت ازاي يبقى عندي كوميتمنت. بالنسبه لي المعنى الحقيقي للنجاح ان انت تغير الناس، لما تساعد الناس ان هم يوصلوا للدريمز بتاعتهم او لاحلامهم، ده المعنى الحقيقي للنجاح. الموضوع مش شعارات، لان احنا ببساطه عندنا في البيزنس ده عشان تنجح لازم ناس كتير تنجح، او ببساطه عشان تعمل ملايين مليونز لازم تاخد بايد ملايين ولازم تساعد ملايين، اللي هو raise yourself to help mankind. لما تساعد النتورك بتاعتك الاول او لما تساعد الناس بتاعتك الاول ساعتها هتنجح. انا بالنسبه لي النجاح ان بعد ما تموت الناس تفتكرك الشخص ده غير حياتي 100%. حتى انا مش موجود، ده بالنسبه لي الليجاسي في كل مكان، مش في مصر بس، ان اخلي تيم فيس تيم بتاعي وان انا اخلي اسمي الناس كلها الشخص ده بسببه احنا اتغيرنا، دي الليجاسي. ان انا اعمل عدد معين من الفلوس او اوصل للدريمز بتاعتي، انا لسه عندي دريمز كتير، انا لسه ما نجحتش. يعني انا في حاجات كتير قوي لسه ما عملتهاش. يعني انا الدريم بتاعي في يوم من الايام ابقى في بارتنر، ان انا اوصل المسج بتاعت جابا داس بيسمارك وداتو 3 في جي للعالم كله، ان انا ازاي تاتش بليون هارت. عشان ده يحصل ساعتها بس هبقى انا نجحت. ده النجاح الحقيقي بالنسبه لي، ان احنا نوصل المسج بتاعت داتو 3 ان احنا نتاتش بليون هارت، ساعتها هبقى نجحت فعلا. ساعتها تبقى الجورني كملت او الرحله كملت.